بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الموضوع اللي هنتكلم عنه موضوع مهم جدا، موضوع بيهم كل أسرة عندها أطفال أو بتفكر يكون عندها أطفال. موضوع هيكون عن مشكلات الأطفال. هنعرف يعني إيه طفل مضطرب، من هو الطفل المضطرب، وإيه أسباب اضطراب السلوك عند الأطفال. هنعرف إزاي نميز بين السلوك الطبيعي اللي يظهر على الطفل والسلوك غير الطبيعي اللي أوصفه ساعتها إن السلوك مضطرب. هنعرف إزاي نحقق الوقاية من الوقوع في مشكلات الأطفال على اعتبار مبدأ إن الوقاية دايما خير من العلاج. هنعرف إزاي نحقق سعادة الأطفال وراحتهم. كذلك هنستعرض بعض المشكلات المشهورة جدا والشائعة واللي دايما بنواجهها في حياتنا اليومية في التعامل مع الأطفال، على سبيل المثال مشكلة العدوان، مشكلة العناد، مشكلة الكذب ومشكلات أخرى كتير بنواجهها. هنعرف إيه أهم أسبابها وإيه أهم طرق علاجها. تابعونا وتحياتي لكم.